الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية إن العراقيين حلوا بالمركز الأول في شراء العقارات للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بمجموع 475 عقارا في البلاد. كما تصدر العراقيون قوائم المشترين في السنوات الأخيرة في كل من تركيا وسوريا وحتى لبنان إلى جانب دول أخرى. وفيما يخص سوق العقارات في العراق، أشار خبراء إلى أن هذا السوق يخضع في أي بلد في العالم للعرض والطلب إلا في العراق، وذلك بسبب تأثيرات الأوضاع العامة. وأضاف الخبراء أن خصوصية العرض والطلب تجعل من أسعار بعض العقارات أكثر من المستوى المطلوب قياساً بواقع الخدمات المتوفرة في مناطقها. هذا وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة في بغداد فيما استقرت في كردستان العراق. وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد 147,950 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت بورصة الكفاح صباح الأربعاء 147,850 ديناراً مقابل كل 100 دولار. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار استقراراً، حيث بلغ سعر البيع 147,900 دينار لكل 100 دولار، والشراء بواقع 147,500 دينار لكل 100 دولار. اقترحت اللجنة المالية النيابية رفع سعر الدولار 55 دولاراً للبرميل النفط كسعر مناسب لبناء موازنة عام 2022. وقال عضو اللجنة جمال كوشر أن احتساب موازنة العام المقبل على 50 دولاراً للبرميل أمر جيد، لا سيما أنه يمكن التكهن بأسعار النفط إذ كان هناك هبوط بعد ارتفاع. وأضاف أن أسعار النفط اليوم أكثر مما بنيت عليه في موازنة عام 2021 بسبب الخوف من أن الأسعار قابلة للانخفاض بحسب الأسواق. استقرت أسعار النفط بعد يومين من المكاسب إثر دعوة من الولايات المتحدة كبار المنتجين إلى زيادة الإنتاج، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 71 دولاراً فاصلة 48 سنتاً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 69 دولاراً فاصلة 29 سنتاً. واتفق أعضاء أوبك في شهر تموز الماضي على زيادة الإنتاج كل شهر بمقدار 400 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق بدءاً من شهر آب الحالي، ومع ذلك لا تزال هناك مخاوف من أن الزيادة لن تكون كافية لتلبية الطلب، حيث تخفف الولايات المتحدة وأمريكا قيود الحركة الناجمة عن فيروس كورونا. انخفض المؤشر العام لبورصة دبي بنسبة 0.007% ليغلق عند 2814.63 نقطة، وارتفع سهم شركة إعمار بنحو 0.74%، بينما تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بمقدار 1.47% خلال نهايات تعاملات في بورصة دبي. ارتفعت أسعار الذهب مدفوعة ببيانات تظهر هدوء المخاوف من تقليص مجلس الاحتياطي الأمريكي دعم الاقتصاد قريباً، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1751 دولاراً فاصل 80 سنتاً للأوقية متعافياً بعد خسائر لأربع جلسات متتالية، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، وتراجع مؤشر الدولار بعدما تجاوز أعلى مستوياته في أربعة أشهر، كما ضعفت عوائد الخزانة الأمريكية. ختام الموجز، إلى اللقاء.